وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة الدكتور محمد مبارك من دينا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. مساء الخير دكتور، مرحبا بك في مركز الأخبار. بداية، ما مدى أهمية قرار حظر الأكياس البلاستيكية من الناحية البيئية، وكيف سيسهم هذا القرار في الحفاظ على البيئة؟ صراحة القرار ما اتخذ إلا بعد دراسة مستفيضة، والقرار اتخذ بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمخلفات وتقليل كمية المخلفات التي تذهب إلى مدفن عسكر. اليوم مملكة البحرين انتاج المخلفات فيها يعتبر عالي عالميا، 1,800,000 طن سنويا من المخلفات، 30% منها مخلفات منزلية، و30% من المخلفات المنزلية عبارة عن مخلفات بلاستيكية. فارتأى المجلس الأعلى للبيئة من ضمن الاستراتيجية تقليل كمية المخلفات التي تذهب إلى المدفن في طور استراتيجيته مع الإخوان في وزارة البلديات لتحويل المخلفات إلى طاقة. فكان علينا الدور وهو تخفيف كميات البلاستيك اللي بتكون موجودة تذهب إلى المدفن. ناهيك الله يسلمك عن كميات المخلفات اللي ممكن تكون تروح بالبحر او تكون في البيئه البريه من اكياس بلاستيك ذات الاستخدام الواحد. فلذلك كان هناك موضوع التشريع بحيث ان تكون الاكياس اللي موجوده في البحرين مبدئيا اكياس قابله للتحلل والتخلص من اي اكياس غير قابله من التحلل. طبعا موضوع تم دراسته كذلك من ناحية التصنيع، قدرة المصانع في البحرين اليوم عندنا 24 مصنع ينتجون البلاستيك، تم دراسة قدرتهم الاستيعابية على صناعة هذه الأنواع من الأكياس، وتبين أنهم كانوا يصنعون ذي النوع من الأكياس الكمية بنسبة 47% تقريبا من إنتاجهم لفترات سابقة. فالتوجه كان أنهم ينتجون 100% من هذه الأكياس. صحيح. بعد القرار. نعم دكتور، ما هو دور المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ هذا القرار، قرار اللي هو حظر الأكياس البلاستيكية الغير قابلة؟ طبعا احنا بالتعاون مع الإخوان في وزارة التجارة والصناعة والسياحة حطينا المواصفات والمقاييس لهذه الأكياس، فدورنا بيكون ان احنا نمنع استيراد اي اكياس غير قابله للتحلل، وكذلك نشرف على موضوع المصانع وانتاجها من الاكياس القابله للتحلل. وضعنا لهم كافه المواصفات والمقاييس ودليل استرشادي لاليه ترخيص المصانع. لعل أهم سؤال دكتور اللي يهم المستهلك في هذا الجانب، مع صدور هذا القرار هل سيتحمل تكلفة شراء هذه الأكياس؟ أخي الكريم، اليوم الأكياس موجودة أوريدي، كانت في السوق. نعم. يمكن نسبتها كانت قليلة. اليوم أكبر السوبر ماركت والهايبر ماركت أصلا كانت تستخدم أكياس قابلة للتحلل، فما كان المواطن يكلف أي شيء استعمال هذه الأكياس، لكن بيكون هناك يعني نوع من التكلفة على المصنع نفسه. نعم. بنسبة 10%، لكن احنا نشوف ان المواطن البحريني ما راح يتأثر ماديا من موضوع تغير نوعية الأكياس بحكم وجودها من غير أي تكاليف. نعم دكتور. سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، كنت معنا ضيفا كريما في استوديو مركز الأخبار، شكرا جزيلا لك. شكرا أخوي.